اللي بعده، يلا. تلبسي فستان كله عاري. مين دي؟ انت فين؟ يعني ممكن في مناسبة تلبسي فستان قصير ومفتوح وعريان، اخو فستان البطانة. لا لا، بصي بصي، في كل مناسبة لها لبسها، ماشي، وكل مجتمع في فرح على حسب الفرح المكان فين. لو كمان الفستان مش مجرد العري يا جماعة، هي قصة. هو العري ده هي كلمة سهلة كده، يعني ايه عري؟ فاهمين يعني ايه عري؟ قبل لابسه مايو مثلا ورايحه فرح، ان انت لابسه مش لابسه يعني. ازاي عمري ما لبست مش لابسه؟ ازاي يعني؟ زي فستان البطانه يا حبيبتي. ده كان فستان العري. لا ده بالنسبه لك، بالنسبه لبره مش عريان. معلش سوري، احنا عايشين هنا. معلش، ما انا بقول لك انا غلطت، سوء تقدير مني. غلطت وسوء تقدير. ومهرجان القاهره كان هنا. بس ما انا قلت لك ده سوء تقدير مني وخلاص. غلط. خلاص، ايوه ده مش معناه انه عري بقى وهنكرر الليله. بس دي ما اقولش بقى انه، ايوه، بس كلمه عري في حد ذاتها مش لطيفه، لانه انا مش بلبس عشان عري. طيب انا بلبس اللي بيليق عليا وعلى جسمي. طيب مقاييسك في اختيار اللي بتلبسيه اتغيرت بعد هذا الموقف؟ لا، انا بلبس الحاجه اللي بتليق عليا وبشوفها حلوه ولطيفه ومبينه جميل. عارفه الفستان انت لابسه النهارده حلو. ثانك يو، بتهديني. ثانك يو.